عليكم السلام. يعني انترتاني؟ نعم ولا لا؟ بغينا تغنينا على الاختراع ديالك اللي اخترعتيه بالجيكا. غير اختراع خفف مستفيد اماك غيشي بزاف كما ما تبنى اللي يمكن انها تعقم يعاد استعمالها مرة ثانية. هذا هو الحاجة اللي جديدة نقدر نقول هي المواد اللي تتأكد هذا القناع ولا الكمامات وثانيا هما هذوك مداخل المزارع اللي يمكن يكونوا هذا الكمامات وثالثا هي يعني كما قلت لك اليوم هي التعقيم ديال هذا الكمامات يمكن تعقم ويخدم نخدمها بجد المرات. شحال تقريبا من مرة؟ لا شوف على حسب المستعمل ديال بنادم، إلا بنادم تهلا فيها راه تقدر تخلف شهر ولا شهر، يعني ديك لاطاكسي غادي نبقى غادي نقول لاطاكسي بلاش ولا لاطاكسي نواش، لاطاكسي بلاش هي تجي 8 سنين، هاد 8 سنين إلا الواحد عرف كيفاش يحافظ عليه راه غادي شهر ولا شهر. دوك لي زاغاتور لي فيها دوك المداخل هنايا هادوك هما اساسا خاصين يعني ما يتهربوش وما يخسروش يعني خاصو الناس هادوك يقدروا يبقاو يعني اذا كان واحد محافظ عليهم يعني كلشي على حساب الصيانة ديال هاد الكمامات تقدر تجلس اكثر من عام هادوك لاطير دوك لي زاغاتور يقدروا يجلسوا اكثر من عام غير الطريقة ديال الاستخدام ديالها باش ما غاديش يرميها في الأرض ما غاديش يشدها ما غاديش يقطعها هذا هو اللي يعني اللي يقدر ينقص المدة الزمنية ديال الاستعمال ديالها بالنسبة للخصائص ديالها نعم الخصائص ديالها نعم باش تتميز على الكمامات الأخرى هو كما مسألة أخرى ديجا كما مسألة أخرى تستعملها مرات ديجا نختصر غادي تستعملها مرات في النهار إلا درا ما درا في النهار تستخدمها بزاف راه مرات في النهار تستخدم يعني من جهة يعني الحفظ عن البيئة راه مشكل لأن راه هاد الجائحة اللي راها وقعت في الجامعة راه ملايير ديال الأقنعة راهم مترمات يعني الخاصية الأولى هي الميكولوجي البيئة الحفاظ على البيئة ثانيا هي في الاستعمال ديالها غادي يكون يعني بنادم في طريقة التخزين التخزين ديالها ماشي الطريقة ولكن التخزين ديالها راه ما غاديش تاخد يعني في المنا وحدة ما غاديش تاخد المكان ديال 240 في المنا اللي نقدر نقولوا غادي نستعملوها في 14 شهر ما غاديش نعطيك واحد المدير يعني ديجا من حيث الجانب ديالها الحجم ديالها ولا كان هذه الشغله في السوق ولا في العياده ولا في الفنتان ولا اي بلاصه راه غادي البلاصه غادي تكون غادي تاخذ بلاصه قليله بزاف وعاوده يعني التحكيم ديالها الخاصيه ديال التحكيم ديالها انها قادمه للتحكيم خلاف عن الاقنعه الفرز وعاود فيها اوسيس وليسيس هذا كيتغير ولكن ملي كنشوف هنا فيك الصناعة ديالو ما كاينش واحد المجهود كبير ثم غادي نسمعوا قناع من اول حتى الاخر. نعم هو يعني بالنسبة لكم مش يعني يمكن يستعنوا بها الناس يعني اطباء من الاطباء والناس العاديين مستقبلا لمحاربة الفيروس ديال كورونا. هو شوفي هاد يمكن احنا درنا خاصة نقدر نقولوا الطاقم الطبي لانهم هو ديجا راه اللي اغماتيك من هاد الكهرباء ديال العربية اغماتيك يعني ما كيخليش هو يدخل على الجوانب يعني هو راه كينفق على الموجود من بنادم ماشي بحال لي زوتوناس، لي زوتوناس دايما كتفهم منك تيكون عندك هاد الرياضة ديال تنفوق لتحت تيكون عندك بلاصة اللي كيبقى يخرج الهواء، هذا كلشي كيستلترا من دوك لاسيس يعني كيجي يلصق في على الوجه
دخل من هذا وخرج من هذا كل شيء كان يمكن يجر من ذلك الوزارة هكذا يعني اشتغل كان فرض أنه الطبيب بنفسه كان مريض طبيب هذا الشيء عند المريض اللي رأيها قدامه يقدر يكون مريض مثل زيانه في غير واحد جالس سخانة ولا هذي يقدر يكون طبيب هو المريض ولكن يكرم استعملوا ذكرة المناس الأخرين على خدمة الطبيب استغوي عدي ولكن يكرم استعمل ذي هذا الكمامة كل شيء كان في الكلام ذاك نسيف ذاك نزايا رسل ذاك حتى الطبيب هنا كان مريض رغم هذيش يعدي البنادي اللي حصل وبالنسبة للمعايير الطبية واش كانت استشارة مع جهات مختصة في هذا الجانب؟ أنا شوفي أنا أول ما كنت درت أول ما نبدأ طرقة في اللون كنت درت بحدي ومن بعد أنا تصدي واحد تبي زرع هنا في بلجيكا هو بلجيكي بأوتيل سينيا تبي مشهور هنا في بلجيكا بحكم أنه من بين ال يعني ال من بين الزبائن يعني الملك الملكة الملكة يعني وراء شخصية لازمة فجأة مترابة وذلك يتحح لي يمكن اللي نديرو هذه ما نديروش هذه من أحسن نديرها هذا وذلك يعني نقدر نديرو يعطيني كل ما هو تقني إنه هو شكلي وطبي بخصوصي في المال نعم ويعني بالنسبة لوش مستعد يعني غادي تبيعها ولا هذا منتوج خاص بالناس اللي يسمى بالمغاربة ديال المهجر ولا بالآلام ولا كيف أنا ما بيش نستغلش هو من الغرض الأول كان جمع أسماء هو أنه يكون يعني يعاون الناس على محاضرة المحاضرة التي يستفيد مكان يعني مشي ما هذه الشيء نقدر شيء حاجة لغادي ما نستفيدها غير أنا مشي أناني لحد درجة بشكل مستعمل غير أنا لا أنا ما كانت أنه يمكن أن نقوله أنا في الجيكا في المغرب راني اكتشف عدة مقالات مثلا أنني مستعد أنه ندير هذه الدرجة في المغرب كان واحد تزايد والحمد لله من كان عندي واحد اتصال مهم من المغرب نقدر نقول بلي نقدر هذا التراجي باتي في المغرب وقت ما يجيش في هذا الجزء لان التسهيلات اللي ديجا بينها للمستوطنات المغربيه احسن من التسهيلات اللي هنا في هذا الشيء. نعم واخا سي علي مبركاني المخترع ديال الكمامات الطبيه القابله لاعاده الاستعمال من بلجيكا شكرا جزيلا لك على هالتوضيحات ومسيرة موفقة. لحظة شكرا جزيلا لك مع السلامة. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.